السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم في فيديو جديد مع ميشو فرعون. حبيب قلبي. عامل ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك انت يا نجم؟ اه ماشي الحال. الفيديو بتاعنا النهاردة عن حقوق العمال في ايرلندا. النهارده حابين نتكلم عن حقوق العمال، عشان انت لو حد عايش في ايرلندا تبقى عارف اللي ليك واللي عليك في شغلك. ايوه مش عايش في ايرلندا وان شاء الله ربنا يكرمك في يوم من الايام وتيجي، برضه تبقى عارف اللي ليك واللي عليك في شغلك، محدش يضحك عليك ومحدش يستغلك. مش عارف، مش عايش في ايرلندا ومش حابب ان انت تيجي ايرلندا، برضه تبقى عارف الحقوق اللي لينا واللي علينا عشان تبقى تساعدنا لو حد قدرنا. ايوه بالظبط كده. وهي وهنبدا باول حاجه وهي الاجور او الراتب. الاجور يعني ليها حد ثابت هنا اللي هو للمبتدئين، او اول ما بتبدا الشغل في الاجر الثابت اللي هو 10 يورو و20 سنت في الساعه، ومن اول السنه الجايه هيزيد، هيبقى 10.50 سنت. عشان هو كل فتره بيزودوه شويه. بالنسبه لدول تانية كتير يعني ده كمينيمم ويج، يعني كحد ادنى للاجور 10 يورو و20 سنت وهيزيد يبقى 10.50، فده حلو طبعا. جدا. رقم اتنين هنتكلم عن ساعات العمل. يعني تمام، انت كساعات العمل الموضوع بيختلف من شخص للتاني، لان انت كشخص لو بتشتغل بارت تايم ممكن تشتغل من 10 ساعات، 15 ساعه، 20 ساعه في الاسبوع. الفول تايم المعروف يعني هو 40 ساعه. بس طبعا في شغل تاني يا ميشو ساعات العمل دي بتزيد شويه، يعني مثلا انت لو مانجر بتشتغل في مكان مدير يعني او كده، هتلاقي اغلب العقود اللي موجوده 45 ساعه في الاسبوع. بس المهم ان هو كقانونا يعني انت ماكسيمم اقصى حاجه ممكن تشتغلها في الاسبوع هي 48 ساعه، بس بيبقى في اكسبشنز في حالات معينه يعني على حسب. بس الماكسيمم يعني بتاع اي حد المفروض اللي بيشتغله يعني هو 48 ساعه في الاسبوع. تالت حاجه معانا وهي البريك. البريك ليك راحه في الشغل، اهم حاجه البريك. تخيل ليك راحه في الشغل، تخيل لو شغال الشيفت بتاعك 4 ساعات فانت كده مالكش بريك. 4 ساعات ونص تبدأ تاخد بريك، بس بيبقى في الوقت دوت ليك بس ربع ساعة، 15 دقيقة. لو بعد 4 ساعات ونص ليك ربع ساعة بريك، ده لو الشيفت كله 4 ساعات ونص. لو شغال 6 ساعات او اكتر بتاخد نص ساعة. هنتكلم طبعا عن رابع حاجة وهي الاجازات مدفوعة الاجر. لو انت حد بيشتغل في ايرلندا فول تايم، بيشتغل 40 ساعة في الاسبوع او اكتر، ليك اجازات مدفوعة الاجر، وهم 21 يوم. 21 يوم دول اللي هم ايه يعني، هنا عشان الاسبوع 5 ايام عمل ويومين اجازة كده كده، فانت لما تيجي تبص على 21 يوم ما تخليش، ما تفتكرش ان هيبقى 3 اسابيع بالظبط، لا هم 4 اسابيع ويوم، لان انت ليك 5 ايام في كل اسبوع. دول هم دول المفروض اللي هم 5 ايام عمل، وبعد كده انت ليك يومين اجازة اوريدي كل اسبوع، ده انت ما بتاخدش فيهم فلوس دول يعني. فالواحد 21 يوم دول اللي هم 4 اسابيع ويوم السنة كلها. تمام، انت ليك كموظف ما ينفعش، لو انت بتشتغل فول تايم ما ينفعش تاخد اقل من كده قانونا، ما ينفعش تاخد اقل من كده، ولو اخدت اقل من كده هتشتكي طبعا صاحب العمل. في كمان 9 ايام في السنة دي اجازات رسمية في الدولة. ال9 ايام دول المفروض ان انت لو واخد اليوم اجازة اوريدي فخلاص انت كده اجازة يعني. لو انت محطوط في الـ في الـ في الـ في الجدول بتاع العمل انك هتشتغل اليوم ده، فالشركه لازم تديك قدام اليوم ده حاجه من الاثنين، يا اما هتديك يوم اجازه قدام اليوم اللي انت اشتغلته في البابليك هوليداي ده، في يعني في اليوم اللي هو الاجازه الرسميه في الدوله، او هتديك دبل بيمنت يعني هتدفع لك اليوم 2. او كمان في ناس بتعمل ايه، بتديك يوم اجازه في نفس الشهر، يعني يديك يوم اجازه زياده بس طبعا هتاخده، فهو بص لان هو هيدفع لك نفس اليوم يعني. فده بالنسبه للبابليك هوليديز اللي هي الاجازات الرسميه في الدوله اللي هم 9 ايام، وبالنسبه كمان لاجازاتك مدفوعه الاجر. الحاجه اللي معانا بعد كده وهي المساواه في العمل. من اصغر ستاف لاكبر مدير في المكان كلهم بيتعاملوا مع بعض باحترام، كلهم بيقدروا بعض. اصل انت اللي بينك وبين المدير شغل، شغل عملت شغلك خلاص تمام، ما عملتوش برضو مش هيتكلم معاك، يبقى اللي هو زي بالورقه والقلم زي ما بنقول، صوت هيحاسبك. هيحاسبك الكلام دوت، اعمل لك وورنينج. لكن ما بيبقاش فيه اكتر من كده، لكن ما ينفعش كله بيتعامل مع احترام. يعني ما ينفعش يجي يزعق لك ولا يشتمك ولا يغلط فيك لا ولا خالص، الكلام ده كله، لا انت الموضوع كله بالورقه والقلم، انا بشتغل حاسبني. وحتى لو جه فعلا مديرك ما بتعملش شغلك
وعمل لك مشكله او خصم لك جاب لك خصم فلوس او اي حاجه او جزء او لفت نظر، بتيجي بعد الشغل تلاقيه بيتكلم معاك وبيضحك عادي، مش برضو اللي هو ايه بياخد جنب منه ده ياخد جنب من دوت ويزعلوا من بعض بقى ان ده حاططني في دماغه لا دي ما بيحطهاش في دماغه خالص، ودي حاجه يعني كويسه جدا اللي هم في الشغل بنعمل شغلنا لكن بعد الشغل احنا اصحاب. ايوه هو ده بصراحه، فدي برضو حاجه حلوه جدا، دي حاجه جميله بصراحه. النقطه اللي بعدها وهي عقد العمل. اغلب يعني ايه مش هقول اغلب الاماكن، هو المفروض قانونا اي شركه بتعين اي حد او اي محل اي مطعم بيعين اي حد لازم يكون في عقد عمل ما بين الطرفين، في عقد ما بين الطرفين، انت بتعمل معايا اوفر انا باخد الاوفر بقبله بتاعك، بتعمل لي عقد بشوف العقد في كل التفاصيل بقى اللي ليك واللي عليك وبمضي العقد، وانت معاك نسخه وانا معايا نسخه وخلاص عارف بالظبط كل حاجه ليك وايه الشغل اللي انت هتعمله وايه الشغل اللي عليك يعني. ففي كمان شركات ساعات الموضوع ايه يعني العقد بيتاخر حبه، بس قانونا العقد العمل ما ينفعش يتاخر اكتر من 5 ايام من بدايه الشغل. يعني انا لو اتفقت انا مثلا مشي صاحب شغل وانا اتفقت معاه وخلاص وخلاص هبدا معاه شغل، وممكن مثلا حصل اي حاجه والعقد اتاخر وخلاص وانا اتفقنا على كل حاجه يعني شفهيا يعني وبدات شغل، انا من يوم اللي ابدا فيه شغل 5 ايام بالظبط قانونا لازم عقد العمل يكون موجود معايا، غير كده بقى انت ليك ليك حق بقى ان انت ما تكملش لو عايز يعني. اللي حاجه اللي جايه فعلا عن لو انت هتسيب شغلك في اي مكان برضو في البلد، لو هتسيب مثلا انت رحت جالك شغل جديد في مكان وكلموك قالوا لك خلاص انت اتقبلت في الشغل وهتبدا معانا، بس بيسالوك هتقدر تبدا من امتى، لان انت لازم تدي للشغل اللي انت فيه وقت على بال ما تمشي، ما بينفعش ان انت تقول لهم خلاص انا ماشي دلوقتي وتمشي، انت لازم تعمل نوتس، لازم تعمل نوتس عشان قبل ما تمشي، والنوتس دوت ما بيبقاش اكتر من اسبوعين، في اماكن بتدي اسبوع وفي اماكن بتدي اسبوعين بس ما بيبقاش ولا اكتر ولا اقل من الاسبوعين. وبرضو مشو بيبقى الموضوع انا شفت برضو في عقود ساعات الشركه بتلزمك انك تشتغل اكتر بس ده بيبقى في العقد على حسب العقد، ما برضو كله على حسب العقد، على حسب العقد على حسب, حسب المده اللي انت بتشتغلها في الشركه برضو، لان في شركات تقول لك لو اشتغلت مثلا اقل من سنه او اقل من 6 شهور تدي اسبوع، لو اشتغلت اكتر من سنه تدي اسبوعين، لو اشتغلت اكتر من سنتين بتدي شهر كده، على حسب انت ليك كام سنه في الشركه وعلى حسب العاده برضو اللي بتنضمها بينكم. في حاجه حلوه هنا مشوا في موضوع العمل هنا بصراحه، حاجه دي انا بحسها جميله جدا وهي بالنسبه للاهل يعني كأب وام، او في طفل مثلا جديد هيتولد، في طفل هيتولد في حاجات زي كده، الحاجات دي انا بحسها بصراحه ربنا حاجات جميله جدا جميلة هنا طبعا يعني. انت عندك هنا يعني في مثلا بتاع 3 أو 4 انواع اجازات مختلفه بخصوص الموضوع ده، يعني مثلا اول حاجه لو انت واحده بتشتغل في شركه وبتدفع ضرايب ليكي مثلا اكتر من 6 شهور وخلاص وفي اجازه وضع، فانت بتاخدي اجازه وضع لحد 6 شهور تمام، يعني الشركه ملزمه ان انت انها تديكي اجازه وضع، بس اجازه الوضع دي انت ما بتاخديش فلوسك من الشركه، بتاخديها من الرعايه الاجتماعيه من البلد من اللي هي الضرايب اللي بتتاخد بترجع للبلد بتدالك بس بطريقه ثانيه احسن. يعني زي احنا ما كنا بنتكلم قبل كده على موضوع الرعايه الاجتماعيه في ايرلندا، ده جزء من الضرايب اللي انت بتدفعيه، نوع معين اسمه PRSI، النوع ده هو اللي بيدفع لك جزء من الفلوس دي كل اسبوع في اثناء ما انت ما بتشتغليش. ده بالنسبه لو واحده ست حامل وهتولد. حاجة التانية لو اب يعني لو راجل متزوج لو وزوجته حامل وهتولد همشي والله العظيم والله همشي بكمل هعمل فيديوهات لوحدي بعد كده كمل لو اب وزوجته لو راجل وزوجته هتولد ليه ان هو ياخد اسبوعين اجازة من تاريخ الولادة بتاع الطفل، او لو انت مثلا اتفقت مع الشركة انا هاخد الاسبوعين بتوعي كده يعني في الفترة دي من الفترة دي، دي اسمها برضو اجازه وضع، بس طبعا بتبقى للاب عشان يساعد الام في اول اسبوعين طبعا إن عشان الموضوع بيبقى صعب وبالذات كمان لو موضوع جديد يعني بالنسبه لهم وكده. في اجازه ثالثه ودي بتبقى اجازه مشوا للاثنين للاب والام الموظفين، يعني انت لو انت راجل موظف وزوجتك موظفه ليه كنتوا الاثنين تقدموا على حاجه اجازه اللي هو ايه اجازه زي ما تقول كده اجازه تربيه،
الاجازه دي بتبقى يعني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي حاليا، الاجازه دي انت ليك انك تاخدها لمده 5 اسابيع في خلال اول سنتين من ميلاد الطفل. يعني الطفل لو اتولد النهارده، انا من النهارده لمده سنتين جايين بالظبط ممكن اخد الخمس اسابيع دول في اي وقت. عايز تاخد اسبوع اسبوع، عايز تاخد اسبوعين اسبوعين واسبوع، على حسب انت ما بتتفق مع الشغل اللي انت بتشتغل فيه. بس هم 5 اسابيع برضو مدفوعين الاجر، وللعلم الخمس اسابيع دول هيزيدوا، هيبقوا 7 اسابيع من السنه اللي جايه في الـ في الـ في الميزانيه اللي جايه، فهيبقوا 7 اسابيع. اجازه رابعه كمان اللي هي بتبقى ايه كيرر، يعني اللي هو ايه لو حد عنده طفل والكلام ده كله، وواحده ست عايزه تاخد اجازه عشان تاخد بالها من ابنها او بنتها، ليك انك تاخدي اجازه، بس المهم انك تكوني شغاله في الشركه دي لمده اكتر من سنه، اكتر من 12 شهر. ليه يعني حضرتك ممكن حضرتك ممكن تاخدي الاجازه دي، بس بتبقى اجازه غير مدفوعه الاجر، يعني ما تدفعش، يعني الوحيده اللي ما بتدفعلهاش فلوس، بس انت تاخدها على حسابك. لا الوضع دي ولا من القصد يعني، ولا من الشغل، ولا من الشغل، ولا من الدوله، ما لهاش علاقه. انت بتاخد الاجازه دي على حسابك انت الشخصي. بس طبعا لو انت مثلا خدت الاجازه دي، او انت خدت الاجازه دي، بتروحي بس تقدمي على السوشيال ويلفر حاجه اسمها جوب سيكرز بنفيت، برضو ضرائب مختلفه تانية بيدفعوا لك، بس المبلغ بيبقى طبعا ايه بالنسبه لشغلك اللي انت بتشتغليها، بقى مبلغ كلام فاضي يعني. بس بقى طبعا حاجه زي دي بتبقى احسن من بلاش بتساعد. بس اللي هو ايه، عشان انت لو فكرت فيها هنا، عشان تجيب تودي ابنك او تجيب مثلا مربيه اطفال تقعد مع ابنك في البيت، هتاخد فلوس كتير جدا، فتلاقي نفسك اللي انت بتشتغله بتدفعه للمربيه ما بتعملش حاجه. النقطه اللي جايه الديسكاونت، الله، من 1/4/2021 اتعمل لكل ستاف او عامل شغال في اي مكان ديسكاونت من المكان اللي هو شغال فيه في يوم اجازته. يعني انت لو شغال في اي مكان، مطعم، اي مكان في البلد، ورايح تقعد في المكان دوت، اذا كان مطعم يعني رايح تاكل او رايح تشتري حاجات من المكان اللي انت شغال فيه يوم اجازتك، ليك ديسكاونت. صاحب المكان اكيد او الشركه نفسها هي اللي بتحدد الديسكاونت ده قد ايه، بس بيبقى ليك ديسكاونت. دي حاجه حلوه، دي حاجة جدا جميلة. جدا طبعا. اخر حاجه، لو انت اتخنقت بقى من الشغل واتخنقت من الحياه واتخنقت من نفسك، لا اتكلم بجد. لو حصل معاك واشتغلت في شركه او اشتغلت في مكان وانت حسيت ان المكان ده اتعاملوا معاك مثلا بعنصريه، او في فلوس مثلا انت المفروض تاخدها ما اخدتهاش، عدد ساعات مثلا الشغل بتاعتك قلت من غير سبب، حاجات كده، وحسيت ان في حاجه غريبه يعني، وحابب تشتكي، في اوفيس، في مكتب اسمه Work Relation Commissions اللي هو WRC، ده حرفيا ده يعتبر المحامي بتاع العمال. يعني المكتب ده لو اي حد اتاكل عليه فلوس، حصل معاه حاجه، اتظلم في شغل، اي حاجه من الحاجات دي، انت بس تتصل بالمكتب ده هيقول لك تعمل ايه، وهم ممكن يجيبوا يعني صاحب الشركه ده لحد المحكمه ويرفعوا قضيه عليه ويجيبوا لك حقك لحد عندك. فده يعني بصراحه ربنا بحس الحاجه دي جميله جدا، لان دي بتخلي العمال نفسهم لما يشتغلوا بيبقوا مطمنين ان انا في يوم من الايام يعني لو حسيت ان انا اتظلمت هاخد حقي. فدي حاجه جميله جدا هنا بخصوص العمال. حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجيب لكم كل ما يخص العمل، كل حاجه عن العمل بصراحه. جبنا لكم الخلاصه بتاعت العمل. ولو في حاجه تانية جديده ظهرت او في اي قوانين اتغيرت، اكيد هنطلع نعمل حلقه تانية اكيد طبعا عشان نوضح الموضوع. طبعا ده الكلام ده للناس اللي هي بتشتغل في ايرلندا، او الناس اللي ان شاء الله تيجي ان شاء الله يشتغلوا في ايرلندا، ربنا يكرمكم كده ان شاء الله وتيجوا. وبس هي دي كانت حلقتنا. بس طبعا احنا دايما بننسى، يعني بننسى في كل يعني اغلب الفيديوهات بننسى في اول الفيديو ان احنا نقول اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وشير الفيديو واعمل لايك للفيديو، عشان انت لما تعمل لايك للفيديو ده بيوصل لكميه ناس اكتر، فعشان انت تستفيد وغيرك يستفيد. طبعا اللايكات دي بتشجعنا ان احنا نكمل، وطبعا احنا بنشكر كل الناس اللي بتسيب كومنتس على الفيديوهات. التشجيع بتاعكم ده هو اللي بيخلينا نستمر. شكرا والله العظيم جد. احنا حرفيا بنشتغل، كل واحد فينا بيشتغل فول تايم، وعندنا اهل بيتنا واولادنا وحياتنا الشخصيه، بس والله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر وقت ان احنا نطلع نصور حاجه تفيد الناس، يعني حاجه كده معلومه ما سمعتهاش قبل كده، حاجه حابب تعرف عنها،
بنحاول بقدر الامكان احنا نعمل ده بس. وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب نكون افدناكم باي شيء يا رب. يلا ان شاء الله نشوفكم على خير بقى ان شاء الله. سلام عليكم.